اليوم غنشارك معكم واحد الروتين زوين ديال الكلام. هذه هي اختكم ملي كتفطر بعد الفطور، راكم عارفين بعد الفطور كنشاق فاطمه طلع راسي شويه نطلع الميموار راسي براسي كنشوف الطعام اللي سالت راسي الواحد سهل يبقى يضحك اسهل ما هي حاجه يضحك انسان الصراحه انا ماشي كنضحك انا كنبغيض كيبغي الخير من كل شيء الحمد لله نتمنى ربي يسعدكم كاملين وتحياتي لكم وتحياتي لخوتي الجزائريين خوتي المهم الدول العربيه كامله بصفه عامه تحياتي لهم وكنبارك لهم العواشة وكنشكرهم على التفاعل اللي تفاعلوا معايا في قناتي بليجيم وبمشتركة وبمشاهدة الله يحفظكم ليا يا ربي. واخا انا اليوم الصراحة غنشارك معكم غير الروتين ديال العشية بحال هكايا بعد الفطور داكشي اللي كندير كل نهار بعد الفطور واحد الطريقة زوينة الصراحة اون فوا كنفطر كنجلس نستعرق حتى كيسالي داك المسلسل اللي كيبدا مورا الفطور كندوز معناتي كندوز معناتي بالزربة انا فاش كنكون كنشقى فاش كنكون كنشقى كنوجد الفطور كندير سميتو كنصب معنا كيبقى ليا غير داك الشيء اللي كناخذ فوق الطبلة صافي هذا اللي كيبقى ليا دابا راه نقيتو ما يغسل شي حاجة تاني ولا نقول مالي على حاجة علاش ما شاركتش مع احبابي شحال هادي ما حطيت هذاك الفيديو ما حقا لي الحليكم دابا باقي كيتلاح قبل رمضان هذاك ما كانش عجبني قلت لكم بلا ما نناقش راه اليوم ما عنديش فيديو ما نقدرش عليكم ما صورتش لا هذاك الشيء علاش نحكي لكم هذاك ما بقيتش كاع بغيت نحط ما عجبني ولكن انا ما نكذبش عليكم ما بقيتش شي حاجه اما هذاك راه النهار قبل ما ندير النهار قبل ما نشارك معكم الفيديو ديال الشعر ديال وصفه الشعر ديال فاش درت هذا عاد وزياده وانا عندي قناه وباقي كنتلبى في الهضره ما عرفتش علاش انا عبرت الدقيق عندي 4 كيلو ونص وانا غنحتاج غير كيلو ونص ليا غير بغيت نصايب لواحد السيده تاعي
جوج كيلو ديال واحد الأخت، واحد جنابتي مع مقدش ما قدتش تحمر وصافي. المهم انا غنخدمها، نخدموا ليها معايا، انا غنحتاج غير كرامس. كاين بالنسبه لك العيال اللي ما عندهمش فران، راه كيحمر تقدر تحمريه في سميتو في الكوكوت. شي كوكوت بحال هكا ما كتطيبيش فيها. المهم واخا تكوني كاع كطيبي فيها تحكيها. المهم تكون بحال هكا ثقيله، يا اما الكوكوت يا اما شي جميله ثقيله باش ما يتحرقش لك. وإلا عندك فران أنا كنفضل الفران، من الأحسن الفران. شحال كاع ديري في الكوكوت؟ ديري فيه تقريبا الرابعة وتقيل، تعرقي وتنشفي وحالتك حالة في الآخر على رابعة. حلو كان نتوما شو أنا شحال درت في اللاطات بجوج، حيت الفران عندي كيتشعل فوق وتحت. كنصاد من دابا صراحة الفران كيسهل، وانا راني قالبة التليفون ما عرفتش داكشي واش كتصور مزيان ولا لا. غتقولوا لي غتسولوا مع راساتكم شكون اللي اشمن المغني اللي كنتصنت ليه. كانت صنعت الشابة الزهوانية، يلا الكبيدات يعني انتم انا ما غنبقى بحال هكا تحمروا هاد اللاطه تنحيدو. كاينين هنايا شي جوج اخرين، يعني غنحيد هاد الجوج غنعاود ندير جوج اخرين. ها انتم الكبيدات، هو هاد الدقيق ديالنا اللي حمرته مع الضو دبر، ما كيبانش لكم هو هذاك تيبانش زعما مزيان. تنبغي نصايب سلو ان شاء الله، راه نوريكم نوري لكم في الضو باش تعرفوا اش من لون واحد. هو راه واحد اللون زوين جربته في الزيت هو هذا. المهم عندي هنا كيلو ونص ديالي وجوج كيلو ديال السيده، وتنبغي نصايب سميتو نصايب سلو ان شاء الله، وراه غادي نوريكم سميتو كيفاش جا الدقيق اللي حمرناه. يلا باي باي عليكم. عرفتي راه كنفصني الفران، شو شكر زيتو بعدا شو والله العظيم عرفتي راه صعايب باش تحمره في الدار. انا ما كاينش شي واحد قريب ليا داكشي علاش حمرته انا، شدني كامله الدقيق كتبني كامله الدقيق. يلا باي باي عليكم الكبيداتي، الى الفيديو المقبل ان شاء الله. والله يرحم لكم الوالدين، الله يحفظكم ليا يا ربي. تهليتوا ليا في قناتي، الله يبعث لكم اللي طال فيكم، الله يحفظكم ويحفظ لكم صحتكم. انا كرفصني اللي درت الصوت مباشر رجع ما عندي ما غندير ليه. المهم باي باي عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله بحول الله.
وطلعوا لي في قناتي لي جيم لو كومونتير في المستوى كيوجهكم الله يحفظكم لي يا ربي. والمشاهدة المشاهدة الخط الله يحفظكم لي يا ربي. وبارطاجيو مع احبابكم ومع اهلكم واللي عندي شي با زواني بارطاجي مع قناتي. الله يحفظكم لي الله يضيع عليكم وعواشر مبروكه.